قادرين تنامون صح؟ تعالوا بقولكم قصة عن النوم. علمياً لو الإنسان يبي يحافظ على صحته لازم يرقد أقل شيء 6-8 ساعات يومياً، اللي يخلي إن الإنسان العادي يقضي تقريباً 30 سنة من حياته وهو راقد. فالسؤال كالتالي، ليش الإنسان ينام؟ بتقولوا لي الإنسان يحتاج يرقد حسب جسده يرتاح. طيب شو رايكم لو أقولكم إن الإنسان يقدر يرتاح بدون ما يغمض عينه؟ الإنسان منذ نشأته هو يطور في أنظمة تخلينا نعيش بالطريقة اللي عايشين فيها اليوم. من بينها التطورات هو السيركاديان ريثم أو البيولوجيكال كلوك أو الساعة البيولوجية. السيركاديان ريثم يخلي مخ الإنسان يستوعب 24 ساعة اليومية. الإنسان طور هالنظام عشان يأقلم الليل والنهار مع الأنشطة اللي يسويها يوميا. بعد يعطيك إشارات عشان تعرف لو لازم تقوم من النوم أو تروح تنام. النظام يعتمد على ضوء النهار وعتمة الليل. بس شو بخصوص الناس اللي ما يقدرون يشوفون؟ الناس اللي ما يشوفون يستخدمون شيء اسمه the synchronizer أو المضبط. السينكرونايزرز يقدرون يكونون على شكل social interactions، أصوات معينة، أكل معين، حركة جسدية معينة، على حسب. يستخدمون كذا نمط عشان يعدلون السيركاديان ريذم مالهم نفس ما أنت تستخدم الليل والنهار. طيب شو الشيء اللي داخل مخك يخليك تحس بالسيركاديان ريذم؟ شيء اسمه the suprachiasmatic. فكروا بالsuprachiasmatic هذا كأنه وسيط بين أعصاب العين والمخ، واللي يوصل إشارات الضوء من العين للمخ ويخلينا نفهم لو الحين ليل أو نهار. circadian rhythm هو اللي يخليك نشيط ويقظ طول اليوم ويخفض نشاطك من أي ليل. I see you. تقول لي أنا بالليل أكون أكثر نشاط من الصبح، والصبح ميت. Hear me out. تدرون الناس اللي يحسون بكسل بالصبح ويكون عندهم نشاط مفرط بالليل؟ الشيء له علاقة بالجينات ومو باللايف ستايل. في 3 أنواع من الكرونوتايبس أو 3 أنواع من الناس. الناس اللي نسميهم المورنينج لاركس اللي يفضلون يسوون كل شيء بالصبح ويكون عندهم نشاط خيالي، والنايت أولز اللي العكس تماما ونشاطهم يزيد بالليل. مسؤول عن هالشيء هو تطور مخ الإنسان عبر القرون. زمان الإنسان كان عايش في مجتمعات صغيرة ومعرضة للخطر، فبالعربي كانوا يسوون شفتات، جروب من المجتمع هذا يرقد بالصبح وجروب يرقد بالليل. فلو أنت حس عندك نشاط زايد بالليل، probably واحد من أجدادك كان من حراس الليل. فكثر ما حاولت تعدل رقادك عمرك ما بحياتك بتعدله. وأنا شخصياً I'm a night owl with terrible insomnia. نرجع للسؤال، ليش الإنسان ينام؟ مخ الإنسان عضو جداً أناني. النوم كله والثلاثين سنة اللي تقضيها وأنت نايم بس عشان مخك يرتاح. النوم يقوي الذاكرة وينظم الهرمونات بالجسد كله ويخفض معدلات القلق ويزيد من عمر الإنسان. فالحين روح نام وباكر اقرا لك هالكتاب، في منه نسخة عربية بعد.